بايرن ميونخ. متابعينا في الوطن العربي الكبير والمغاربه، لمن استمتعوا باداء الرجاء ودعكم على امل اللقاء بكم في فرصه قادمه بحول الله. والكلمه تعود مره اخرى لزميل ماجد الشجعي، الى اللقاء. شكرا جواد باد. ليله تاريخيه، المدينه الحمراء بالوان خضراء. شكرا للرجال الاخضر يتالق عبر الاجيال. خالد العسكري أداء عسكري، إسماعيل بالمعلم بالدارجة المغربية كان معلم، عصام الراقي جدار واقي وأداء راقي، شمس الدين الشطايبي شمس أشرقت عطاء في المونديالتو، كوكو فاكهة الرجاء في الحدث العالمي، محسن متولي تولى المهام الصعبة وحقق الحلم مع الأخضر، محسن ياجور مهاجم يجيد العبور. شكرا وألف شكر للنسور على التحليق والحضور. فريق مغربي عربي لأول مرة في التاريخ. رونالدينيو يعترف ويقول على طريقته الخاصة: الرجاء الأفضل.